سيصلى نارا ذات ذهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شكرا معلمي، شكرا لكل معلم رباني، وبكفه كأس العلوم سقاني. أفإن من الزمن الجميل حياته لأكون نجما في السماء زماني. شكرا لك معلمي رباني، وأضاء لي بين الدروب وشاعلا، أشعلت الشموع والعلم في وجداني. لولاه بعد الله عشت مكبلا ما بين قيد الجهل والحرمان. شكرا لك معلمي، فتراه نوما ناصحا ومربيا ومعلما يعطي بدون تواني. ما زلت أذكر فضله وعطاءه يسقي الزهور بهمة وتفاني. شكرا لك معلمي رباني، فهو الحنون أبا يفض حنانه وهو الجدير بخدمة الأوطان. فله المحبة والوفاء مبجلا، وله الدعاء بمهجة ولسان. شكرا لك معلمي رباني. تكفون قوي قوي قوي. آخر سؤال وجواب الطالب عبد الله. يلا صوت عالي. ما هو الشيء الذي له عين ولا يشوف ولا يرى؟